bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. السلام عليكم البنات، شخباركم؟ كيف عاملين؟ لاباس؟ كل شيء مزيان؟ بعد ما شفتوا الجولة اللي درناها عائلية في احد الضيعات ديال احد الاصدقاء، غنجيبوا لكم اليوم واحد الوصفة بواحد البيضة ديال النعامة اللي كنا جبناها من تما. البيضة ديال النعامة اللي كاد انه يهاجم من الذكر ديال النعامة، غير ربي حفظنا. اليوم هاد البيض ديال النعامة غادي نحاولوا باش نديروه ونشوفوا الطريقة ديالو ان شاء الله. كنبداو ان شاء الله بشي ناخذ شي موس اللي هو يكون بحال الشكل ديال المنشار، كيكون شويه فيه ديك السنينات. نشدو البيضه وكنطبعوها غير بشويه بشويه باش نديرو داك الحد ديالها فين غادي نهرسوها، ونبقاو بحال كنجروها غير بشويه، نجروها 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 حتى كنقربو شويه، حيت هي القشره ديالها كتكون قاصحه بزاف، يعني ماشي سهله بحال البيض العادي دغيا كتهرس، هي قاصحه صعيبه شويه. وما بغيتش انا نهرسها هكا من الوسط ونخدم بها، بغيت نخليها باش تبقى لي في الاخر ديك سميتو ديالها باش نحتفظ بها. خليت غير الراس هو اللي حيدته كيف ما كتشوفوا، في الاخر قلعته بالموس باش يتحيد، وغادي نخويوها ان شاء الله. شوفوا تبارك الله ما شاء الله قداش الحجم ديالها. هذه تقريبا وزنت لنا كيلو و 400 غرام، في هذه البيضه بوحديتها كيلو و 400 غرام، يعني متوسطه، ما صغيراش وما كبيراش بزاف، متوسط الحجم فيها كيلو و 400 غرام. اليوم غادي نشاهدوا واحد الوصفه نديروها بهذه البيضه ان شاء الله. في الوصفه ديال اليوم غتكون ان شاء الله نديروها بالبصله والشامبينيون على شكل اومليت بالبيض. غنشحروا شويه ديال البصله يعني مقطعه قطع صغيره مع شويه ديال الزيت، ونضيفوا لها الشامبينيون مقطع حتى هو قطع صغيره، نزيدوا شويه ديال الكمون، سكينجبير، شويه ديال الابزار مع شويه الملح. للتذكير هاد البيضه يعني تتعادل تقريبا البلاطو ديال البيض الصغير، يقدروا ياكلوا فيها 10 ديال الاشخاص. انا بالنسبه ليا قسمت هاد البيضه هذه على جوج،
نص استعملته في هذه الوصفة والنص الآخر درته في وصفة واحدة أخرى، والمذاق ديالها رائع جدا. هذا البيض يعني ماشي بحال البيض العادي، فيه ما فيهاش نهائيا ديك ريحة الزفارة ولا شي حاجة نهائيا، كيجي المذاق ديالها زوين بزاف. بعد ما تشحروا غنبقاو نزيدوا بشويه بشويه داك البيض اللي غنكونوا ديجا خلطناه، غير يبقى يتجمع شويه بشويه ونبقاو نضيفه. ودائما شي معلقه ديال الخشب من الاحسن. ونبداو نحركو من لتحت بحال الا غير كندفعو. بقاو على هاد الطريقه هادي حتى ان شاء الله كيتجمع كامل، ونبقاو نزيدو شويه بشويه البيض. بيض النعام راه هو غني بزاف بالفيتامينات ومهم بزاف للمراه الحامل بالنسبه للجنين ديالها. نزيدو شويه ديال الزعتر في الاخر ونخليوه يطيب بعافيه شويه مهيله ونقدموه ان شاء الله. يعني الا تحت لكم الفرصه ولقيتوا شي بيض ديال النعام او لا في الاسواق شريوه بدون تردد، المذاق ديالو خيالي وفيه واحد الطعم رائع جدا. وبالنسبه للفيتامينات راه تبارك الله ما شاء الله غني بالفيتامينات وفيه بزاف ديال الفوائد، جربوه يعني بلا ما تترددوا. هو كيفاش حصلنا على النتيجه الاخيره؟ يعني كيجي المذاق ديالو هائل، يكفي اننا نزيدوا له واحد شويه ديال الزيت البلديه من الفوق وناكلوه بالصحه والراحه ان شاء الله. بكم الفيديو كيف العادة، يعني ديروا لي جيم وخليوا لي تعليق للتشجيع ان شاء الله والاستمرارية. وكنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع العائلة ديالكم ومع الاصدقاء اللي تعم الفائدة ان شاء الله. واللي كيشوف القناة لاول مرة يضغط على زر الاشتراك. ومرحبا بالجميع، وان شاء الله حتى نتلاقاو في وصفات جديدة مقبلة ان شاء الله. كنقول لكم بسلام عليكم والى اللقاء.